السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ريان. واليوم حاب أتكلم عن شيء. أنا حاط هذا لأني رسمت على وجهي رسمة، فمو هذا الموضوع. أنا بس أنا قاعد أقول لكم رسمت على وجهي رسمة، وفاجأت حاولت قاعد أطلعها فما طلعت زي الناس كذا الشكل النهائي. الله يفضح ابني سلعته. حبيت اني اتلسم عشان ما حد يشوف الرسمة. وريتكم هي، بس ما علينا. فموضوعنا حابة اتكلم عن الفلوجات، ولما احط الجوال زي كذا واقعد اصور. تبعت اني لما انزل العاب يعني ما يجي دعم عليه كثير، لكن لما احط الجوال زي كذا ويعني ابدأ اقعد قدام الكاميرا، مثلا اجيب معي جوال واصور وأوريكم زي كذا. لما أجلس زي كذا يعني ما أتحرك بس أتكلم كذا، هذا يجي عليه دعم، يعني زي أسوي تحدي وزي كذا يجي عليه دعم كثير. فحاب أشكركم على هذا الشيء. بس لما شفت إني يوم صورت فلوق، قلت يمكن يعني يحب فلوقاتها، خلنا نجرب نصور فلوق طويل. قلت عشان هذاك الفلوق كان قصير، فيمكن ما اصلا ما وريتكم زي الناس، لكن الفلوج هذاك وريتكم 13 دقيقة و9 ثواني، فيعني مرة مدة طويلة. فقلت يمكن يعجبكم، ف يعني 18 ساعة يعني 6 مشاهدات. فيعني كذا عرفت انه ما يعني ما راح ارجع، ما راح اصور فلوجات الا لما انتم تقولوا لي. تلقوا الانستغرام حقي تحت في الديسكريبشن، روحوا شيكوا عليه. تعالوا لي على الخاص اذا تبغى تكلمني، يعني تقول لي اذا انزل فلوقات ولا لا. فاحب الشيء اللي يكونوا المتابعين في القناة يكونوا متابعيني في الانستغرام، عشان ايش؟ لا نزلت مقطع يعرفون، او اذا قلت سويت حلقة تسألني يعني يعرفون. فهذا عشان كذا انا اقول لكم روحوا على الانستغرام، تلقوها تحت في الديسكريبشن. وفي قناة ثانية تلقون اسمها في الديسكريبشن برضو. يعني احيانا أنا هي ما هي حقتي، بس انزل فيها. ما ادري كيف اشرح لكم، سالفة طويلة، بس هي ما هي حقتي، بس انا اقدر انزل فيها، ماني مهكرها، بس يعني سالفة طويلة. فان شاء الله يعني انه يجي دعم على هذا الفيديو، عشان اعرف انكم تبغون اني اوقف. انا بشوف اذا انكم تبغون احط الجوال زي كذا وبنصور صور، وانا يعني وانا جالس ما اتحرك واروح فبس هذا اللي حاب اقوله. يعني على طول فتحت التصوير، ما يعني فتحت التصوير على طول، ما ماني مجهز ولا اي شيء، بس شفت الاضاءة وزبطت الجوال. فاذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والسبسكرايب، وزي ما قلت لكم تلقوا انستغرام والقناة في الديسكريبشن. واذا تبغون القصة حقت هذا السالفة الطويلة اللي أنا القناة اللي أنزل فيها هي، بس ما هي حقتي، اكتب في الكومنت أو حط لايك أو كيف تكتب في الكومنت، تجي انستغرام تحط لايك كيفك. بس هي تكون نهاية الحلقة، لا تنسى اللايك والسبسكرايب. وصح بعد هذا الفيديو بنزل فيديو إن شاء الله بيعجبكم. فيلا، سلام عليكم.